عسلامة، مرحبا الناس كل مرة أخرى في حلقات نقاش اللي تنظمهم نواة. في الفترة الأخرانية بالكل عملنا هذا النقاش الثاني أو الثالث، تم اليوم زوز نقاشات. نقاش الأول حول مسألة إفلاس الدولة، هل يعني اقتربنا أو وصلنا إلى مرحلة إفلاس الدولة؟ باش يكون معنا الخبير الاقتصادي سي لطفي بن عيسى، مرحبا. لبنى جريبي عن منظمة سوليدار، وزيرة سابقة، عضوة سابقة، عضو مؤسس في المجلس التأسيسي، مرحبا. سميح جورناليست متخصص في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، مفكرة قانونية، نواة قبل، ثم بلايس خرين، عضو مبركة، مرحبا سميح. يكون معنا من بعد في النقاش الثاني حول الحركات الاحتجاجية والاجتماعية أيمن رزقي، باش يكون معاها نقاش آخر حول الحاضنة السياسية للحركات الاجتماعية مع ضيوفنا، مع سي ماهر حنين، ألفة بعزاوي، وبإدارة أيمن رزقي. إن شاء الله نكمل توا، نحاول نختصر الوقت لأنه مدام لبنى عندها التزامات فيما بعد، ونمر بعد ربع ساعة من النقاش الأول للنقاش الثاني. أظن نقاط تنظيمية لازم نقولهم على غالب حتى كان مملين. عندنا المجازين نواة، تصدر كل 3 شهور، بدينا فيها من عام 2020. إن شاء الله تكون العدد هذا والعدد اللي قبلهم كانوا متعلقين مباشرة بالوضع السياسي العام، في تطورات متى السياسية فيها مقالات عمق، مقالات تحقيقات. للي ما جربش نواة موجودة قدامكم، إن شاء الله فرصة تكون لقراءة طيبة. وأيضا للي يحب يعمل الاشتراكات في نواة، موجود كل شيء لهنا، نجموا نعملوا الشراكات. مرحبا بكم مرة أخرى. نحاول نختصر الوقت باش تبدأ المداخلات نتاع الضيوف. المسألة اللي خلتنا نحكيه في مسألة إفلاس الدولة هي الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، واللي لليوم الرأي العام مازال ما يعرفش شنية تفاصيله، شنية التزامات الدولة التونسية. والبرشة أصوات أصبحت تتحدث على أن الدولة ستفلس أو الدولة قريبة من الإفلاس. السؤال هذا نحب نعرف كيفاش يغزروا له ضيوفنا. هل الدولة التونسية ستفلس حقيقة؟ هل هي فزاعة ما تستعملها الأطراف السياسية الحاكمة، أم أنه مازال أمام تونس فرصة لأنها تتدارك نفسها وتنقذ وضعها الاقتصادي وخاصة وضعها الاجتماعي؟ مدام لبنى، نجم نقول تونس اليوم دخلت في مرحلة الإفلاس ولا لا؟ شكرا ليك، شكرا لنوات، واليوم فرحانة نكون معاكم وإن شاء الله نكون حاضرة حتى في الحوارات القادمة. وشكرا لنوات على الخدمة اللي تعملوا فيها، واليوم معنا ستون في اختي بالنسبة لتونس اللي يكون عنا معنا أمديا ألتغناتيف كما نوات. اليوم شنو معناها إفلاس؟ السؤال اللي طرحته أول حاجة يزلنا أن ديفيني شنو الإفلاس، خاطر إذا كان إفلاس بالمعنى المالي البحت من الموش نقوله اليوم، معناها حتى نشوفه في تاريخ الدول قليل برشا وين ثم صارت حقيقة معناها une vraie faillite de l'état. ثم كان ثم خطر تعثر على المدى القصير. اليوم معناها الاكور مع الفمي مع صندوق النقد الدولي، الخطر هذايا اللي كان على المدى القصير ولا نجم يكون خطر على المدى المتوسط والطويل كان ما قمناش باصلاحات، لانه صندوق النقد الدولي معناها باش اذا كان اليوم ما قموش بالاصلاحات هذه باش يكون ثم تعثر. ولكن السؤال انه هل هذا افلاس؟ لا، معناها وخطر افلاس يعني ما نجموش نحكيه على افلاس تام، ولكن نجمو نحكيه على امكانيه التعثر واللي خلطنا معناها الصندوق النقد الدولي. ان معناها حسب رايي سوفي لا ميز، مش معناها انه معناها سيء نقصناها كما نقولوا، لا، لانه هذا تريبيوتير بالاصلاحات الهيكليه اللي باش نقوموا بها. احنا عندنا توا منذ سنوات نحب نقوموا بالاصلاحات، نعرفوا ثم عراقيل كبيره باش نقوموا بها. اليوم السؤال هل معناها اسكو نا لوفي لي فري اوبستاكل، وتو كان معناها ممكن بعد اون ابروفوندي شنو المشاكل الهيكليه تعيش اللي خلونا ومن جميع الاطراف معناها من تجربتنا في صلب دوليب الدوله او من خارجها شفنا المشاكل الكبيره، شفنا
ومن أهمها بحسب رأيي الاقتصاد الريع اللي ثم تعطل كبير في الإصلاحات. اليوم شنو عملنا بشنو خلينا الانفيرونمون كابابل باش نمشيو في الإصلاحات؟ هذا هو يظهر لي السؤال، باش ما يصيرش التعثر بالنسبة للتدين، لأنه بما أن ما زلنا نخلصوا ديوننا ما نجموش نحكيو حتى على تعثر. ثم كان ثم خطر اللي بالصندوق النقد الدولي تفاديناه. وقبل ما تعرض السيروت في نحب سؤال مباشر واضح، هل بالحق اليوم معنا كان الحل هذا اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقتراض؟ هو معناها صندوق النقد الدولي مش بالكل باش يحل المشاكل تونس، معناها من الواضح هو ستين مفيد أكسجين باش نجمو نقومو بالإصلاحات. معناها السؤال هل باش نجمو نقومو بالإصلاحات ولا لا؟ لأنه FMI ومش FMI يلزمنا نعمل الإصلاحات، لأن نعرفوا ثم نزيف وثم مشاكل هيكلية في المالية العمومية متاعنا. دونك FMI هو باش يخلينا نجمو نكملوا نقترضوا باش نجمو تكون عنا من السهولة باش نجمو نعيشوا، فسي كيما اون بيرفوزيون اون فيت ان كلكو سورت. مي السؤال الجوهري شنو قاعدين نعملوا، شنو قاعدين نجهزوا من خلال البارتير اللي اليوم من الأطراف من الفاعلين السياسيين اقتصاديين اجتماعيين مجتمع مدني منظمات وطنية مؤسسات، شنو اللي قاعدين نخدموا باش نحذروا الأرضية باش نجموا ننجحوا في الإصلاحات متاعنا، وباش نجموا هذا التحدي اللي عنا 10 سنين on essaie de le faire وما وصلناش. ولكن أنا رأى بالطبع اللي صندوق النقد الدولي معناها اليوم est une nécessité، ولكن مش كصندوق نقد دولي، ك معناها مرحلة لي باش تنجم تسهلنا باش نجم نقوموا بالإصلاحات متاعنا. شكرا. سي لطفي باش نسألك انطلاقا من آخر ما قالته مدام لبنى، اليوم ضرورة أن نمشيوا لصندوق النقد الدولي باش نبدأ في الإصلاحات باش نمنعوا رواحنا من شبح الإفلاس، شنو رأيك؟ سمحني سعد، تحياتي للحضور يعني، وسعيد بتواجدي مع يعني أصدقاء في هذه السهرة، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. يعني مش نقص على السؤال اللي طرحته على الأخت، يعني بالمعنى التقني يعني الإفلاس هو عندما تصل يعني الدولة إلى حد يعني عجز عن سداد يعني الديون هي مبرمجة في الأجال متاعها. هنا ستان ديفو دو بايمون يعني هي مؤشر لي يعني، واحنا كم من مره وصلنا للوضع هذا والدوله خرجت يعني بطريقه غير مباشره، لانه وصلت لحاله العجز يعني خاصه فيما يتعلق بالقروض الداخليه، وحاليا يعني قاعده تاخذ في قروض باش تسد ثاني القروض في ثاني الفائده. دونك انا نقترض منك من جديد باش نخلص لك القرض يعني القرض يعني الفائت يعني موينو يعني يعني ريش لورمون. هذا علامة أن الوضع نتاع المالية العمومية بصفة عامة اللي وصلنا له في تونس اليوم، و يعني طرح خيار لفيمي ك ك كم إن إيفيدونس يعني بالنسبة لي سي با إن إيفيدونس. احنا تويكا كان في المدة الأخيرة ولا تهديد بنادي باريس اللي هو عنوان لفقدان السيادة يعني تماما بالنسبة في المتنين اللي كان مشينا في المتنين في المسار هذا. دونك باش ما نمشيوش يعني النادي باريس نقبلوا في المتنين بالشروط اللي فيه يعني، هذه معادلة. في كل الحالات الوضع اللي وصلوا يعني وصلت المالية العمومية التونسية هي عنوان لإفلاس مرة هذه المنوال التنموي الذي أبنى عليه في المتنين منذ عقود، ويعني المنعرج يعني التاريخي اللي بدأ في بالإصلاح الهيكلي في 1986 واللي متواصل لليوم، يعني التبعات متاعه متواصلة في متن اليوم باعتبار الحكومات المتعاقبة بعد في متن الثورة كلها انخرطت في هذا في متن المسار ولم تقطع، ربما قطعت بالخطاب ولكن على مستوى الممارسة على مستوى يعني المعالجة يعني الأزمة هات نقولوا يعني التوازنات يعني الكمية يعني العامة يعني بقات في منطق محاسباتي هو متواصل اليوم. وإحنا اليوم نحكيه على في
يعني عشية الميزانية 2023، وأنا وكان يعني البارح نحكي على ميزانية 22، لأنه يعني بنفس يعني ما خرجناش من نفس يعني الوضع، ما خرجناش من نفس، بل بالعكس يعني المؤشرات كلها فهمت زادت فهمت يعني تفاقمت، وما خرجناش من منطق المحاسبات. يعني نوتر ابروش اليوم نحكي على الجوفرنمان، نحكي على حتى يعني ال في الاعلام، يعني هات كيفاش نتحكموا في عجز الميزانيه، كيفاش نتحكموا في المديونيات، كيفاش نتحكموا في التضخم، ولكن هذا على حساب يعني التوازنات النوعيه، يعني اللي هي في جوهر في قلب فهمتني مساله منوال فهمتني التنميه، اللي هو يتعلق فهمتني بعلاقه الانسان براس المال، ويتعلق فهمتني العلاقه يعني التوازن بين الطبقات والشرائح الاجتماعيه، بين فهمتني الجهات داخل الجهه، بين معتمديات يعني بين الاجيال، العلاقه بين يعني ترتيب الادوار بين القطاعات الفاعله في الاقتصاد، يعني التونسي الدوله فهمتني القطاع العمومي، القطاع الخاص، القطاع التعاوني، القطاع فهمتني الموازي، يعني اي دور خاصه بالنسبه الى الدوله فهمتني اليوم، يعني هناك توجهات متناقضه، يعني ما بين ان انت تحكي على دوله اجتماعيه فانت بين خيار وفي علاقه باي دور يعني من الدوله، دونك ما بين يعني الاستراتيجيه انسحاب الدوله تدريجي من يعني دورها كمستثمر وكراعي في المرفق في الاجتماعي في العام، ولفائدة السوق لفائدة القطاع الخاص، وهنا نشوف احنا اليوم يوم بعد يوم من القطاع فهمتني الموازي يعني قاعد ياكل فهمتني في الكل، وما بين يعني خيار اللي هو يراهن على استعادة الدولة فهمتني طبيعتها الأولى فهمت كدولة راعية، وهي فهمت كقاطرة فهمت العمل التنموي في البلاد، وك يعني راعي أن أول فهمت المرفق الاجتماعي خاصة بالنسبة للقطاع الصحة، القطاع فهمت التعليم، القطاع فهمت النقل، البيئة فهمت نشوف فهمت الكوارث اللي أصبحنا فهمت نعيش فيها، هذا خيارات فهمت استراتيجية مختلفة، و يعني للأسف إنه الطاغي على النقاشات وعلى فهمتني اللي والانخراط في منطقة فهمت الفمي هو يعني معالجات كمية على حساب فهمتني الجوهرية واللي هي التوازنات الجوهرية النوعية. سيتو شكرا سيلوت، في نرجع لك من بعد على مسألة البدائل العملية للمسار اللي قاعدة ماشي فيه تونس تو من اقتراض وتدين. سميح مرحبا مرة أخرى. ثم كما الدائرة المفرغة اللي قاعدة ندور فيها، ندينه باش نخلصوا قروضات، باش نخلصوا أجور، وباش ما نصرفوش على التنمية، ما نصرفوش على الإصلاحات، وصلنا للوضعية هذه، نجم نخرج منها بالظروف اللي تعيش فيها تونس تو ولا لا؟ هو باش نفهموا الوضعيه نتاع العجز او الافلاس لازم نرجعوا علاش وصلنا للمرحله هذه. علاش وصلنا للمرحله هذه؟ خاطر الديون اللي نقترضوا فيها توجه اما لسد العجز في الميزانيه او في الميزان التجاري، توجه لتسديد اقساط الديون، توجه نحو مشاريع واستثمارات محدوده او معدومه المداخيل. في المقابل شنو المطروح؟ مجموعة من الإصلاحات اللي أنا نحطها بين ظفرين كلمة إصلاحات، واللي نجم نسميوها هي مجموعة من الشروط لضمان أموال الدائنين على حساب مزيد سحق الفئات الهشة والأكثر هشاشة في المجتمع عبر سلسلة من الإجراءات كما رفع منظومة الدعم، قضية تخفيض كتلة الأجور، الخوصة وغيرها وغيرها وغيرها، اللي في نهاية المطاف هي شروط لضمان عودة أموال الدائنين. دونك باختصار احنا اللي نقولوا احنا اليوم في حلقة مفرغة ومزمنة ومتواترة. الحل باختصار بشكل مباشر هو التغيير العقل السياسي والاقتصادي والمالي الذي يرسم خيارات البلاد الاقتصادية. الكلمة جاءها أستاذنا، المشكلة الحقيقية هي في منوال تنموي مفلس وفاسد، في سياسة حكومية متواترة معلم في مختلف الحكومات تعتمد على ترحيل أزمات، تقديم مساكنات، رشوات اجتماعية فقط. دونك هذه هي الإجابة. الحل هو الخروج من الصندوق المغلق
التفكير السياسي والاقتصادي والمالي والبحث عن بدائل أخرى، التفكير من خارج هذا المنطق وهذا الصندوق. شكرا سميح. من بعد عنا جولة باش ناخذ أسئلة للمدخلين، ولكن نحب نرجع لمدام لبنى جريب. المسألة اللي يحكي فيها توا سي لطفي وسي سميح أن ناخذ في فلوس باش نرجعوا له مرة أخرى وما ثماش أصلاحات، والحكومات تعمل في مسكنات ومهدئات وتشري في السلم الاجتماعي بالفلوس باش ترحل الأزمة للحكومة اللي جاية بعدها. أنت عندك تجربة في الدولة، سواء كنت في مجلس تأسيسي تشوفوا كانت في وقتها كانت قروض اتخذت أول قرض وقتها من الفامي، وكنت بعدها في حكومة ما طولتش برشا، ولكن كانت عندك مهمة متابعة المشاريع والإصلاحات الكبرى. نحب نعرف من خلال ممارستك هل هذا ما قادرين نخرجوا منه، وألا باش نقعدوا ندوروا في نفس الدائرة مرة أخرى؟ شكرا ليك. هو باش نبدا بالتجربه اخرى من بعد نمشي للتجربه الحكوميه كان تسمح، لانه نحكيو برشا على الاقتراض والتدين. احنا معناها كمنظمه عملنا ديرنييرمون خذينا ونتفق مع سي بن عيسى كومبليتمون انه، وهذا ما هو معناها متفق عليه، انه المنوال الحالي ما عادش معناها اليوم ما عادش نجمو نواصلوا في المنوال الحالي، بحاجه الى منوال جديد. قلنا كل العبيد الكل تحكي ما هو المنوال التنموي اللي يلزمنا، قلنا هيت نشوفوا اليوم المنظمات المجتمع المدني، منظمات المنظمه الشغيله، خدمنا حتى مع الاف تي دي اس. اليوم ثم طرحينه مؤسسات الدوله ومجتمع مدني، هيت نشوفوا بطريقه علميه وين اتفقوا وين تخالفوا. بالنسبه لقضيه المنوال التنموي، مش البلان دو ديفلوبمون، مش مخطط، يعني في أسئلة كما قال سي بن عيسى جوهرية، دور الدولة، دور القطاع الخاص، دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دور المجتمع المدني وغيره. بطريقة معناها برقية، الموضوع الأكثر خلافي اللي كان اللي خرج في الترقيم هذا هو مثلا مسألة الاقتراض والتدين. يعني الحلول بالنسبة للاقتراض والتدين في خلاف جوهري بين مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية والمنظمات المجتمع المدني معناها وملو. دونك عليها احنا قمنا بالعمل هذا، قلنا اذا كان اليوم باش نجمو نقدمو خلينا نشوفوا وين احنا مختلفين، باش نشوفوا وين نجمو نعمقوا باش نلقاو حلول، باش نلقاو كلمة توافق هي توا اللي تقال فودي ما عادش نحكي باش أموا يكون ثم اتفاق، لأنه اليوم إذا كان ما ثمش الاتفاق واسع شفنا اللي ما نجموش نقدمه في هذا. وهذا نرجع للتجربة الحكومية يعني، ولكن زيدا ما سوني با اون ريفيرانس، علي سوني با اون ريفيرانس خاطر كانت في وقت أزمة كبيرة صحية اللي بين ظفرين سهلت العملية علينا، لأنه كان ثم خوف من عدو مشترك اللي كان وقت الكورونا اللي خلينا سهلت وقمنا بالحوارات مع المجتمع المدني ونجمنا نقوم ببعض الأسلحات في إطار نذكر زادة حتى معناها الخلافات السياسية والحزبية كانت رحلت في الوقت الأزمة الصحية. رفع منظومة الدعم، سمحني باش نرجع للدراسة، كانت أيضا من المواضيع الخلافية الكبرى بالنسبة للمنظمات الوطنية، بالنسبة لمؤسسات خدمنا مع معناها مقترح لتاس، مقترح وزارة الاقتصاد والمالية، ومعناها منظمات أخرى. كلمتين بالنسبة للمنوال التنموي كان تسمح. المنوال التنموي احنا وحنا نجم نقوله في مستوى المنوال التنموي اللي قايم على التنافسية واللي قايم على معناها الانتغراسيون دون لا شين دو فالور، واللي اللي فيه معناها قيمه مضافه. ما نجمناش نقدمه، ولهذا ما عادش ممكن، لانه اليوم نعرفوا اللي ما عادش اون اي بلو كومبيتيتيف على ليشيل انترناسيونال. دونك ما عادش خالتين منوال هذا، اذا كان ما نمشيوش منوال اخر يكون قايم اللي الكرياسيون دو فالور تكون على التجديد، تكون على الابداع، تكون على الخلق، خلق معناها لا كرياسيون دو سافوار. اليوم مشكلتنا وهذه معناها عقليه كبيره،
واللي هي بالقوانين والسياسات العمومية ما هيش عطيتها قيمتها، واللي ما احناش باش نجمو نطوروا منوالنا اذا كان ما نجموش نعملوا الكريسون دو فالور بالنسبة لهذا. مادام اللي اليوم يكتب كتاب خلق الثروة ما هيش قائمة على كريسون دو فالور، اللي يعمل فيلم اللي معناها حتى غني حتى ارتيكل دون ان جورنال انترناسيونال، احنا نشوفوا في العالم وفي البلدان المتطوره سويسرا اول بلد معناها انوفون وشوفوا وين وصل. دونك مادامنا احنا اليوم هذه ما عندوش القيمه، ما هيش هذه تمثل كرياسيون دو فالور. كرياسيون دو فالور نتاعنا خلق الثروه قاعده قائمه على الكابيتال، ونعرفوا الانحسار والانكماش الاقتصادي اللي باش تقعد فيه في خلق بالنسبه لكرياسيون كابيتال. دونك احنا بحاجة انه نوصلوا نمشيوا للمنوال هذايا مسألة بروبريتي انتليكتوال. اليوم ما عادش اليوم اللي يبدع اليوم اللي يخلق ما هوش هو يمشي اليوم اللي استخدام متاعنا قاعدين يمشيوا للخارج، ما احناش قاعدين نجموا نكونوا حاضنة لي ونعطيه قيمة الخلق والابداع، الابداع اللي باش يخلينا نخرجوا من منوال التنموي اللي احنا فيه. وهذا وبطبع الريديستريبيوشن دو لا ريشيس من بعد إن فوا أنت خلقت هذه الثروة وتكون عنا وعنا الإمكانيات وعنا البوتنسياليتي موجودة في شبابنا اللي هي للأسف مش مستعملة. واضح. لا جوست أنا نحب ناخذ رأيك في حاجة، وكما قلت لك أنا تمني لأنك عندك تجربة الحكومية والرقابة على الحكومة في البرلمان اليوم، وتقريبا كل الحكومات بعد الثورة طرحت مسألة كجزء ولا حل من الإصلاحات رفع الدعم بيع الشركات العمومية. هل هذا هو الحل بالحق ولا نجم نلقاو حلول اخرى؟ هل الدعم معناتها لازم يبقى ولا نجم نحيوه؟ هو قضيه معناها الدعم ورفع الدعم، كان نشوفوا الارقام اللي الدعم لشكون ماشي وشكون يستحق الدعم. بالطبع كل واحد يقول يلزم الدعم يمشي المستحقي، ولكن احنا الخلاف وين يصير؟ الخلاف هي في شنو هما لي ميكانيزم، شنو كيفاش باش نعملوا، وشكون نلعب وشكون يستحق وشكون ما يستحقش. وخاطر اليوم زيد ثم دعم قاعد يمشي المؤسسات والمصدره اللي هي نعرفوا اللي ثم معناها خلل هيكلي في منظومه الدعم تاعنا، دونك يلزم الاصلاح. ماهيش قضيه رفع الدعم، هي يعني كلمه رفع الدعم ما عندهاش معنى. اليوم قضيه كيفاش نجموا الدعم يمشي للمواطنين اللي مستحقين الدعم هذا، وفي الميكانيزم والزوتي هذاك اللي فين ما ثماش توافق بين المتدخلين الكل. وبالطبع معناها هذه قضية يلزمها أول حاجة استشراف، لأنه اليوم الأسعار قعدت معناها اليوم إذا كان ثم أن ترانسفير سوسيال، ومن بعد إذا كانت تتبدل الأسعار، إذا كانت تهبط الأسعار باش نحيو الترانسفير سوسيال ليه؟ دونك اليوم معناها الحلول المطروحة حتى على المستوى مع المنظمات الدولية يعني يلزمها أكثر تروي أكثر حوار مع وتكون أدابتي بالنسبة بالنسبة للحاجيات نتاعنا. الله أكبر. شكرا سي لطفي. ثم وزيرة المالية مثلا ولا كان وزير التشغيل قال انه الحل الوحيد اليوم هو ثم مؤسسات اصبحت عبء على الدولة تتباع، هذا ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدعم متى يتوجه الى مستحقيه، هو ما عادش يكون متى دعم مباشر، يكون دعم عن طريق كما قالت مدام لبنى تحويلات مالية، وصوروه كأنه هذا هو الحل الوحيد. يعني في النهاية يقول لك انا عندي حلول عملية، والكلام نتاع تغيير المنوال وايجاد حلول بديله في الوقت الحالي بلغتنا ما يكونش خبز معناتها، احنا ثم ظرفيه لازم نتعاملوا معها. شنو رايك؟ هما الاربع محاور الاساسيه المطروحه يعني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي نفس اللي كان نرجعوا يعني الاتفاق نتاع 86 87 قاو هي نفسها، التحكم في كتله الاجور، رفع الدعم، يعني الخوص التخلص من مؤسسة العمومية يعني في إطار انسحاب الدولة من دورها الاستثمار، والملف الجبائي الإصلاح الجبائي. هات نبدأ بالملف الجبائي وتو نجيوه في المتنين. رأوا الإصلاحات بصفة عامة الناس كلها تحكي عليها، وما ثماش اليوم إنسان عاقل ما يطرحش يعني ضرورة إصلاح يعني البلاد، يعني اليوم يعني المجالات كلها في المتنين معطلة
بالتالي فهمت الإصلاحات لابد، ولكن يزمها المشكل في أنا في إطار أنا منوال التنموي أنكور يفوع نصلحه داكوردو يجي باي. هي الموضوع مطروح فهمتني منذ فهمتني الحكومات كلها طرحت يعني الموضوع هذا، ولكن شوفوا احنا قوانين المالي والاجراءات الجبائيه فهمتني من 2011 واحنا جايين ثاني ديتوش ضربات خفاف فهمتني كاك، اما معالجه جوهريه للحيف الجبائي فهمتني اليوم لليوم ما شفتوش. وانا اذا كان عندي ثلاثه فهمتني مقاييس، اذا كان العلاقة ما بين الضرائب المباشرة وبين الضرائب غير المباشرة ما تتقلبش أصلاً، لأن اليوم يعني 60% من الضرائب فهمت المتأتية من الضرائب غير المباشرة من التيفيا ومن دروات كونسوماسيون اللي يعني تضرب المستهلك فهمت دماني انديفيرونسي يعني كان ضعيف كان فهمت يعني مهمش كان يعني كادح كان فهمت ميسور. الأورك الضريبة يعني ال المباشر خاصة بالضريبة على الدخل هي مبنية على يعني منطق تصاعدي بقدر ما فهمت الدخل إذا تفاعل فهمت تزيد يعني في الضريبة هذه نقف نسبة 40%. دونك هات أعطيني يعني مؤشر يعني أعطيني إجراء يعني قوي اللي يقبل في المعادلة دي. اثنين وقت تشوف أنت العلاقة نقعد في الضريبة المباشرة ومساهمت الشركات بما فيها الشركات الكبرى يعني قطاع فهمتني المحروقات قطاع فهمتني المالي القطاع فهمتني الاتصالات فهمتني والجراند سيرفاس وغيره وغيره اش يساهموا بنسبه يعني 28% في حين يعني اكثر من الثلثين هما الاشخاص الطبيعيين يعني البيرسون فيزيك بما فيهم الاجراء. وقت نغوصوا اكثر ونشوفوا نسبه يعني الضرائب على الدخل اللي هما سبع اصناف ونشوفوا مساهمه الاجراء من القطاع الخام الخاص والقطاع العام في علاقه ببقيه يعني المساهمين من المهن الحره من يعني الموارد يعني النشاط الفلاحي وغيره 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 وغير وغير. 69% يعني 69% يعني عبء محمول على الأجرة. هات نقبل الأوضاع بالنسبة لهذه الثلاثة أتوقع نقول لك ماشيين في اتجاه صحيح. أنا ما شفتوش التوجه هذا بالنسبة إلى القطاع يعني والموضوع فهمتني نتاع يعني الموارد فهمتني الجبائية والموارد المالية بصفة عامة مرتبطة بإصلاحات فهمتني أخرى. يعني ما معنى التهرب الجبائي فهمت اليوم يعني في القطاع المنظم وفي القطاع فهمت الموازي؟ يعني اليوم انت اللي كان ما تسخرش جيش من المراقبين الجبائيين اللي تكونهم وتأطرهم وهذا يعني ممكن مش مسألة فهمت مستعصية يعني عندك يعني في ستة شهر تنجم فهمت تتكون فهمت نيامباك بلس كات من خارج فهمت من من الياس جي ولا من الياس كاوي ولا فهمتني من وهو فهمتني يفركس فهمتني على شغل وتضخه فهمتني في السلك فهمتني باش تنجم انت هيك 400,000 فورفيتير فهمتني اليوم ان المساهمة نتاعهم فهمت مساهلة فهمتني رمزية يوليو يعني يدفعوا وانت واحسب هذا نحكيه على القطاع فهمتني المنظم ولا في بالك بالقطاع غير المنظم اللي نجم فهمتني دونك استثمر انت في الموارد البشريه يعني قد ما تصرف فهمتني للرتور فهمت على مستوى فهمتني مالي فهمتني ثم كذلك على مستوى علاش لماذا هذا التخوف من يعني تغيير فهمتني اوراق النقديه فهمتني هي تنجم يعني ضربه موجعه للقطاع فهمتني الموز وخلي واصرف عليه وما تنظرش لزيفي كولاتيرو فهمتني الثانويين في يعني كانت مقارنه بال يعني الموارد اللي نجم فهمتني يعني تدر عليك فهمتني اجراء فهمتني كيما هذا. بالنسبه للدعم والوظيفه العموميه قضية تانية الدعم راهو فهمتني ماشي يعني مسألة فهمتني سهلة يعني تمس كل الأبعاد ما فيها أبعاد البعد النفسي
ونبدا به لان بالنسبه لي فهمت اهم. اليوم وقت انت تتوجه للشرائح الاجتماعيه يعني اللي هي فهمتني مسحوقه واللي عايشه بك ال 180 120 200 دينار اللي بدات 120 بشوي بشوي من يعني من فتره الاطراف فهمتني. اليوم رسالتك لهم راهم تنتظروا كزيادات في المنحه ترانسفير التحويل اللي هو باش يعاونك على هم الزمان، ولكن هو لا بيرسيبسيون تاعو هذيك زياده فهمتني باش كيما زياده الاخرى ما نجمش يستوعب كونه فهمتني الزياده هذيك المقابل نتاعها غدوه من الشرقه فهمتني الخبزه فهمتني باش تزيدوا فهمتني 200 و300% يعني المواد الاساسيه خلينا من المحروقات المواد الاساسيه فيما حسب ما هو مرج لي في افق 2025 باش تزاد فهمت ما بين فهمت 3 و6 مرات يعني يا اخي يا اخي يا اخي يعني الناس تخمم تفكر فهمتني ولا في البعض فهمتني هذا ولا قبل ما نعالجوا مساله فهمتني كميه يعني بصفه كميه ها فهمتني باش نزيدك في المواد الاساسيه ومش نعطيك منحه فهمتني باش تلقى تقول منحه هذيك باش يكمل يخلص بها الكراء ويخلص بها فهمتني الدواء ويخلص بها فهمتني ديجورجونس فهمتني عنده فهمتني يعني دونك يفا با اكسبتي المواطن يعني ينكسبتها هذا. اثنين دائرة الدعم شكون محتاج الدعم وين مش تحط الكرسار انت مش تحطه فهمت تستقف فهمتني في مليون مش تستقف في زوز في ثلاثة وزيرة المالية تحكي على 8 ملايين انا يشوف فهمتني ايه عبيت له فهمت الموارد نتاعه فهمتني اني زدت في السميق انت فهمتني يعني انا ارى كونه هناك يعني استخفاف بالموضوع هذا من جانب الحكومه تحت ضغط صندوق النقد الدولي انه فهمت هذوما فهمتني خاصه بالنسبه للمحروقات ما سمعت يعني لا فيريتي دي بري فهمت على فان بلاني 2023 يعني 3 دينار 400 فهمتني واحنا مش ولكن بالمواد الاساسيه تم بتدرج صندوق النقد الدولي اي اي يعني الـ 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 بدون التحويلات الاجتماعيه دونك بالنسبه لي الموضوع فهمت الدعم فهمتني سي با المومون اكثر من هذا في ظرف انت ماكش تتحكم في الاسعار وهارب بيك يعني الاسعار التضخم خارج السيطره اي ولي غوفرنور لابونك سنترال ني بوريا هاي زيد فهمتني يعني 50 نقطة وزيد 100 نقطة يعني التضخم اليوم فهمتني خارج فهمتني الأسعار دونك أنت ما عندكش سيطرة على الأسعار فهمت وداخل فهمتني في ديناميك نتاع يعني تفكيك منظومة الدعم يعني مع آلية تعويض مشكوك فهمتني في الموارد فهمتني نتاعها. بالنسبة للمؤسسات العمومية هو اللي تحدث عن الشغل يعني سموه كتاب أبيض هو تعبل فهمتني في 2015 عملته وزارة الصناعة على ما نتذكر اللي يصنف فهمتني مؤسسات وإحنا راهو فهمتني اللي يعني من 10 يعني مؤسسات الكبرى في البلاد اليوم عندك 7 هم مؤسسات عمومية يعني المؤسسات العمومية اليوم فهمتني مزنهم في الناتج الداخلي يعني الخام سي 12% ما نجموش يعني انكور اون فوا نستخف فهمتني بهم. التصنيف هو يقول لك ثم مؤسسات يعني عموميه استراتيجيه اللي وعندها فهمتني تنشط في قطاع يعني غير تنافسي هذيك بون ما نحكيوش عليها وحتى كان نحكي اي وكان نحكيوا عليها في اطار يعني فتحنا راسمالها فهمتني في حدود يعني في حدود الماء ولكن تبقى فهمتني بالتعريف المتداول هو فهمتني هي مؤسسات فهمتني عموميه. هناك اتفاق على مراجعه الحوكمه نتاعها فهمتني وهذا في تيموت سابوز ان غرو بروبليم يعني استقلاليتها يعني تجاه السلطه فهمتني المركزيه يعني في علاقتها بالقانون الصفقات الى غيره غير غير. مؤسسات أخرى اللي هي استراتيجية وتنشط في القطاع التنافسي
هنا يعني هناك حديث على فتحان فهمتني كذلك الرأسمالة فهمتني للشركاء الاستراتيجيين واحتمال فهمتني التفويت فيها فهمتني إذا كان استعصي في بشروط فهمتني معين. هنا نحكي دائما على الكتاب الأبيض إلى اليوم هو قاعدة فهمتني الخيار اللي تتبناه تبنته الحكومة في يعني صياغتها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهناك يعني مؤسسات عمومية ما هي استراتيجية وتنشط القطاع التنافسي بالنسبة للحكومة فهمتني يعني منطقي جدا أن يتم فهمتني التخلي فهمتني عليها. المعالجة اللي طرحها الاتحاد عن تونس الشغل وأنا نراها فهمتني سليمة هات نشوف فهمتني حالة بحالة ساعة هناك أفضل. يعني بالنسبة للمؤسسات الاستراتيجية فهمتني لما جاء فهمتني للتفويت فيها بأي صيغة ما إصلاح يعد رسمتها مراجعة الحكومة متاحة يعني بجملة فهمتني هي بالنسبة لي يعني تتلخص الكل هي كون تستعيد المؤسسات هذه يعني التوازن انتحى في علاقة باستعادة المعادلة بين أو التوازن بين يعني المردودية الاقتصادية ويعني الدور يعني التنموي والغاية الاجتماعية فهمتني تاع المؤسسات هذه. دونك هذا هو قلب الله لأنه الانحراف اللي صار بالنسبة للمؤسسات العمومية هو أنه يعني ضحينا من أجل المردودية من أجل يعني عفوا يعني الغايات الاجتماعية وخاصة بالنسبة للتشغيل يعني نضحي بالمردودية وهذه فهمت معادلة خاطئة وشفنا النتائج نتاعها. دونك يلزم يعني في إطار مراجعة دور الدولة فهمتني وباش الدولة تكون فعلا بالدور القاطرة فهمت هذه من شروط يعني يلزمها يعني تنظف قدام دارها كما يقولوا فهمت. دونك يلزم مراجعة يعني حوكمة يعني المؤسسات العمومية من هذا من هذه الزاوية. بالنسبة للاتحاد يعني ما عندوش بالنسبة لبعض المؤسسات يقول لك نشوفها حالة بحالة ما ثماش يعني ومثلماش يعني هكا انفيتو كيفاش يقولوها فهمتني ابسولو فهمتني لا احمر ما ثماش لا الخطوط الحمراء بالنسبه للمؤسسات الاستراتيجيه فهمتني لا ما لا ما يعني نحكيوا على يعني هذايا اخي نلعبوا بالدواء فهمتني وصحه فهمتني الناس نلعبوا فهمتني بال يعني المحرك فهمتني نتاع المحرك يعني الاقتصاد فهمتني القطاع فهمتني المحروقات نلعبوا فهمتني بال يعني حتى المؤسسات الماليه حتى المؤسسات الماليه احنا لي غروند ترو غروند يعني بنك بوبليك ما تم اصلاحهم وصارت اعاده الرسمه نتاعهم وشفنا بعض فهمتني نجاحات بالنسبه للاداء نتاع شنو الحديث اليوم على التفويت في 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 بنك الاسكان بنك الاسكان يعني مش معقول يعني ما تطرحش مش مطروح ولو انه في القائمه نتاع يعني المؤسسات عندك كان لو مونوبول دو ليتا فهمتني اللي عنده مونتلي نحكيو على يعني ال مش دخان بركه راهو في لو مونوبول دو ليتا يعني فيما يتعلق بالتجاره فيما يتعلق بالادويه فيما يتعلق ب يعني الحبوب فهمتني دون استراتيجي دي افمي فهمتني هذوما فهمتني الدوله فهمتني زعما تدخل عليهم ما نقولش انه هذا مدرج فيها الوثيقه فهمتني ما زلت ما شفتهاش يعني وحتى يظل حتى واحد منا فهمتني ما اطلع عليها الاتفاق فهمتني الاولي هذايا ما بين الخبراء فهمتني مثلا جمرك الدخان وبنك الاسكان ما تصرح به الاتحاد ما تصورش كان يقول في حاجات ما عندهاش انا شخصيا اليوم ما طلعتش نحكي لك على وثائق سابقه الوثائق السابقه مدرجه فيها فهمتني القائمه هذه نحكي لك على اتفاق 2016 يعني الاستير ويعني البنك الاسكان الستاك فهمتني هذوما فهمتني مدرجين
مدرجين في اتفاقات ممتنية سابقة. أما بالنسبة للوثيقة هذه ما عنديش ممتنية. إذن خلاص فينا المو هل الذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو شنو وظيفته في صندوق النقد الدولي؟ وظيفته هو إدارة الأزمات. سيسا قل لك الدول اللي تعيش أزمات يعني المالية عمومية متاحة تعيش أزمات تتوجه إلى فمتن هذا الصندوق لي يعني لمساعدتها على تجاوز الأزمة. في أغلب أحيان تعودها على مزيد على التعمق في الأزمة متاحة وشفنا فمتن الأوضاع فمتن ومآلتها في العديد من البلدان. بالنسبة فمتن لنا صندوق النقد الدولي اللي كان تطرح النقاش معاه ليس بشروطه هو ولكن بشروط يعني بشروطنا احنا وشروطنا احنا يعني بصوت عالي ولا بلاش وممكن هذا لان المسألة في الاخير هي مسألة موازين قوى. انتما الوثيقة يعني المسودة اللي بدأت تناقش بها الحكومة في أواخر ديسمبر من سنة الفارطة الاتفاق فهمتني الحالي يؤكد بصفة فهمتني قطعية أنه تجميد الأجور تجميد الأجور لمدة فهمتني السنوات وهذا فهمتني اللي مشيت فيه الحكومة فهمت بالنسبة إلى الاتفاق فهمتني هذا. ولكن يعني كما يقولوها فهمتني الاتحاد باللرج لا فرص دارجيمونتاسيون فهمتني متاعه يعني انتهت الحكومة ومن وراء في صندوق النقد إلى يعني من وراء الزيادات يعني تجميد الأجور حاجة فهمتني مستحيلة. دونك ا بارتي دو لا لي ليني اون بوجي دونك ما عادش عندكم فهمتني تجميد الاجور اي سيدي هيت تناقش بشروطي انا وقيس على هذا صندوق الدعم ومؤسسات العموميه فهمتني بقى. شكرا. الا كان ماشيين في المسار فهمتني هذا ولكن يعني يعني الاتحاد عم الشغل ولا الحركه المجتمع المدني ما هو مش هو اليوم يعني المؤثر فهمتني بصفه فهمتني رئيسي في مجريات يعني المفاوضات. شكرا. شكرا. نزيد من بعد كان جاتنا اسئله من عند الحاضرين. سميح بعد اللي وصلنا له ما عندناش حلول اخرى غير الاقتراض والاصلاحات. ترقيمنا السيادي طايح يزيد هذا صعب علينا ان نوصلوا ناخذوا قروضات ولا دعم من عند لي بير دو فون ولا من عند حتى دول. شكون وصلنا للوضعيه هذه وهل ترى انه قادرين نخرجوا منها بحل كما قلت انت بعيد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبقاء في الدائره المفرغه؟ كما كنت تحكي وسؤالك مهم شنو وصلنا لها. وصلنا لها هي خيارات الدوله وتوقعها الطبقي بالاساس. الازمه هذه مرتبطه باختيارات ورهانات الدوله على قطاعات دون اخرى. نضرب مثال بسيط مثلا نحكي قطاع السياحه وقطاع الفلاح. نذكروا في الهجمات الإرهابية 2015-2016 القطاع السياحي أو ملاك الفنادق تمتعوا بعد جودة للديون شطب مستحقاتهم أو ديونهم تجاه الستيكس ونياد غيره 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 غيره. في مقابل عندنا مئات الألاف من الفلاحين اللي قاعدين ينسحقوا أكثر فأكثر قاعدين يخرجوا في مظاهرات يطالبوا بإعادة جدول ديونهم والدولة ما تسمحهمش مع العلم أنه نحن نعيش في معنا قطاع فلاح 85% منه تقريبا 90% من صغار الفلاحين. لهنا نفهم تموقع الدولة الطبقي ورهاناتها الحقيقية وشكون يتحكم في الدولة هذه. نحب نعقب على النقطة نرجع على نقطة الدعم والدعم لا يذهب إلى مستحقيه. الحقيقة مش قضية لا يذهب إلى مستحقيه. ثم ناس ماهيش ما تتمتعش بالدعم وثم الرواية النمطية متاع اللي عنده بورش يصب ليسانس قد اللي عنده سانسيس. لكن لو كان اللي عنده بورش يخضع على الضريبة تلائم مداخيله الدولة ستسترجع الدعم الذي تمتع به. دونك المشكلة اللي هنا مش لا يذهب إلى مستحقيه لكن نرجع ونعود نقولها مرة أخرى التموقع الدولي التموقع الطبقي للدولة وتخدم نمشي أكثر خيارات أخرى. علاش وصلنا اليوم رهانات الدولة ودورها الدولة تنسحب تدريجيا من دورها الاقتصادي في المقابل تعزز دورها القمعي والأمني
مقارنة بسيطة بين ميزانيات وزارة التربية أو الصحة مقارنةها بوزارة الدفاع، ميزانية التطور وزارة الدفاع، وزارة الداخلية تفهم رهانات الدولة الحقيقية وتم وقاحة الطبقي ديما نقول. سمحني جزء ثاني بالسؤال. هل عندنا حلول عملية؟ الحل الراه ليس تقنيا أبدا، الحل سياسي، الحل في تغيير العقل السياسي والمالي والاقتصادي الذي يسير هذه الدولة. اليوم عايشين في أزمة، كما قال الأستاذ لطفي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لن يحل هذه الأزمة، بل سنبقى في الدائرة المفرغة هذه وستزداد الديون، خاصة أنه الدولة تراهن على تحقيق مزيد الانسحاب من دورها الاقتصادي والمالي. الحل كما قلت لك في التغيير، الحل في التفكير من خارج الصندوق، الحل في سماع أصوات أخرى، ثم أصوات أخرى قاعدة تكتب وتنتج في منظمات مجتمع مدني، في جمعيات حقوقية، ثم خبراء شبان جدد قاعدين يفكروا في حلول من خارج هذا الصندوق، لكنهم مقصيين تماما عن وسائل الإعلام المهيمنة اللي توصل للناس وتنجم تأثر. دونك ربما حان الوقت لأنه الأصوات الجديدة اللي تفكر من خارج هذه الطريقة النمطية تتسمع وتطرح الحلول. وديما نقول المسألة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس ليست تقنية أبدا، بل هي مرتبطة أساسا بالإرادة السياسية. شكرا سميح، شكرا مرة أخرى مدام لبنى، شكرا مرة أخرى سي لطفي. لحظة، خاطر احنا ماش عندنا برشا وقت، نحب ناخو كذا ثم أسئلة وكي تاخذ بعد الكلمة تنجم تعقب. دونك برشا الميكرو وين ساعة البلدور بيقول اللي بيتكلم يجي من هنا بل تفضل، ومن بعد غسان حضر روحك. صائب مش هزيديك ما تكلمش. نبدا على الواحد به. مشكورين على المداخلات. ما يجيش ما يصلش صوف سي ناخذ الاخر. نتمنى به. عندي اشكال كبير مع برشا كلام اللي تقال من ظفرين للأسف، لكن الكلام اللي حسيته أكثر معناه قريب للعلمية معناها هو كلام الصحفي المختص في المسائل الاقتصادية مش كلام الخبراء. الإشكال الكبير اللي تو موجود هو أنه صاير استعمار فكري ولغوي للغة من يعتبرون أنفسهم يسارا، لدرجة أنه يحكيوا كلام قاعدين في الإطار المهيمن. بلغة أخرى، في الاستعمار هذايا اللغوي والفكري إلى آخره، المعجم المستعمل، الكلمات المستعملة هي كلها كلمات اللي تفرضت بالهيمنة الإيديولوجية الليبرالية، معناها برشا برشا كلام اللي في الأخر خلات تستعمل أنت المصطلحات، فبشرطه باش تولي تستعمل النحو والصرف، وإذن باش تخمم كما يخمو قاعد في الإطار هذاك. معناها تو كي باش نناقش، معناها حتى كي باش نناقش تو الكلام اللي تقال صعيب ياسر يا أخي نكتفيو ببعض الملاحظات على بعض الكلمات اللي تقالوا، بعض المصطلحات المستعملة، بعض اللغة المستعملة، حتى للأسف من عندك أنت الصحفي اللي تسأل في الأسئلة، فما حاجات تسألهم كينهم حاجات مسلمات. معناها هل باش نقعد، قلت مثلا هل باش تقعد الدولة تتسلف باش تخلص الأجور؟ لا، الدولة عمرها ما تسلفت باش تخلص الأجور. الدولة عندها مواردها الذاتية ديما تخلص بها الأجور من أول ميزانية عام 58. قول قائل هل نقعد احنا الدولة ديما تتسلف باش انها ترجع الكريديات؟ هذاك هو اللي صار تاريخيا. الميزانية الأولانية متاع الدولة التونسية 50 مليار، معناها 50 مليون دينار، 51 مليون دينار هي المداخيل مواردها الذاتية، وصرفت 50 مليون دينار. اي شنو باش تعمل؟ مليون باش تعمل انت المكاتب وباش تعمل مستشفيات الى اخره، يلزمها تتسلف. الدول تتسلف، راهي الحكومات تتسلف، الفور ولير لوردت، معناها انت اليوم تتسلف 10 ملايين، تتسلف تولي 10% من الميزانيه نتاعك،
بعد 5 سنين تولي 5%، بعد 10 سنين تولي 2% إلى آخره، خاطر تكبر الدولة كي تستثمر، الدولة تكبر وتكبر المداخيل متاعها إلى آخره. هذه مثلا أمثلة من الحاجات اللي تقالت. من الحاجات الأخرى اللي تقالت بالأخص صندوق الدعم، راهو اسمه صندوق التعويض، ما اسموش صندوق الدعم، اسمه صندوق التعويض، وماهوش موجه للفئات الفقيرة إلى آخره، لا هو موجه نحو العرض مش موجه نحو الطلب. الدعم راهو يوجهوه للفلاحة مثلا، يمشي مثلا باش تشري باش ديوان الحبوب وهو يشري القمح من عند الفلاحة، ويفيكسيو السعر على أساسه باش يحددوا له ربحية وكل شيء. وهوكا كيفاش احنا مثلا دولة تونسية حقت بين ظرفين الاكتفاء الذاتي نتاعها مثلا في البطاطا مثلا، ما هوكا علاش انت هي بدلت شويه من المنوال الغذائي نتاع تونس اللي حققت لك معناها الاكتفاء الذاتي زاد في اللحوم البيضاء في الدواجن في العظم في الحليب الى اخره. هذا صندوق التعويض هو اللي عمله. التعويض هي اليه ماهيش باش تمشي معناها الفقراء، ودونك انت وقت تشيفورم اون كاتيجوري وتسميها فقراء وتبني الفقر وقتها سياسيا لغويا ودونك تبنيه في على ارض الواقع، هي اليه باش تقاوم بها التضخم، هي اليه باش انك تحكم في العرض، تحكم في الانتاج، تشجع الناس باش تنتج. حكايات حكايه اخرى في المؤسسة العموميه، كيفاش شنو من الزاويه اللي طرحت منها حكايه المؤسسة العموميه، وجب اصلاحها، وجب اصلاحها الى اخره. يا اخي المؤسسة العموميه عندها مشاكل، فما حاجات بدات من اللي بدات الديفالواسيون، من اللي بدات الدوله ما عادش تصب لهم في المنح نتاعهم. استاج عندها 13 مليار مديونيه، 13 مليار دينار مديونيه اللي حاجه ضخمه، 7 مليارات منها سببها المباشر سياسه الدوله في انها سيبت البنك المركزي، معناها ولا معناها كي ما عادش يدخل في سوق الصرف، دونك طاح الدينار، دونك انت ولات المديونيه نتاعها طلعت، كانت معناها كي طاح الدينار وهي تتسلف من برا تطلع، ما يصبولهاش المنح نتاعها الى اخره. معناها فما برشا حاجات هنا يجي نعالجوا اللغه. يظهر لي الاشكال توا معناها في نستعمل كينا نخدموا كينا كونتابليه، لكننا ماناش نشوفوا في الاسباب الجذريه نتاع شنو اللي صاير. كي نحكيوا على العداله الجبائيه، العداله الجبائيه راهي ماهيش اليه نتاع نجيبوا فيها الفلوس، هي في اصلها العداله الجبائيه تاريخيا هي انتصار من انتصارات العمال، على خاطر هي آلية متاع إعادة توزيع الثروة. الدولة تجيب فلوسها راهي تتسلف وتبني إلى آخره إلى آخره. نجم حتى معناه سيلاكر رجع الميكرو بليه و قرب الميكرو ماني ما لسكرته ملك سيبان رجع اختصر بش نخليه يتكلموا تقريبا فلا أي أخيرا الافمي نوزا سوفي لافي بالاصلاحات لا الافمي نهار كامل هو يدس فينا نحو الشيره هذيك، خاطر السبب الاساسي راهو كي نسلفوا من برا الدوله ماهيش تتسلف من برا، على خاطر لازمها سلف الدوله تتسلف من برا لتعديل الميزان التجاري. الدوله ما عندهاش مصاريف بالعمله الصعبه، الدوله كيف ما عندهاش مصاريف بالعمله الصعبه الدوله او قله قليله، تشري الحاجات اللي باش تشريهم عن طريق ديوان التجارة، عن طريق ديوان الحبوب، عن طريق ديوان إلى آخره إلى آخره إلى آخره. المصاريفها بالعملة الصعبة قليلة وقليلة جدا، هي تتسلف. ودجا كان لاحظتوا في الأخر هذه حكاية ترشيد التوريد، معناه فهموا اللي راهو المشكلة راهي مش مشكلة متاع التوازنات بين ظفرين متاع دولة، راهي مشكلة متاع ميزان تجاري. الخطرنا احنا في التقسيم العالمي للعمل، انت بلاد هيكليا الميزان التجاري تاعك مختل، دونك انت الدوفيز اللي تخرج اكثر بياسر من الدوفيز اللي تدخل، دونك شكون اللي يلزم يعدل فيك الدوفيز هذيك؟ هي الدوله عن طريق المديونيه الخارجيه نتاعها. اي لا بروفون اسنا الميزانيه نتاع الدوله لبس عليها، تنجم تقرا مثلا التقرير الاخراني نتاع ميزانيه الدوله حتىكش لجوان، حتىكش شهر جوان 6 شهور الاولى، قلصنا ب 75% من المبلغ نتاع العجز في الميزانيه. شكرا. ايه اقرا رابور. لا نبيل نبيل مش حوار ثنائي، نرجع لكم الوقت بشوفها ومازالوا برشا ناس باش تكلم. ميرسي خلي لكم شكرا.
أعطي الغسان بحديك أعطي ورك غسان يا نبيل نحطوك متدخل مرة جاية معنا وقولوا لك لما ذيخ غسان بلي إجا إجا هكا نجيك هكا باش على الكاميرا خطر تصور أو شكرا حاول ما تطولش خطر باش ناخذ لا مش نطول خطر بالحق صعيب ويا باش يحكي بعد الرفيق وليد بسبيس واحد ما خليش ما يقول فشكرا للمداخلات انا فقط حبيت نقول انه معنى مؤسف شويه ومحزن حتى بعد 10 سنين وبعد شفنا السياسات النيوليبراليه وين وصلت الوضع نتاع البلاد والوضع نتاع الطبقات الشعبيه مازلنا للاسف نسمع في كلام من نفس المعجم مازلنا في نفس الصندوق النيوليبرالي مازلنا نحكيه على صندوق النقد والإصلاحات متاعه بشكل إيجابي مازال عندنا أمل أنه في تغيير ما يسمى بال شو اسمه هو النمط التنموي أنا أي المنوال التنموي أنا فقط نحب نقول أنه ممكن وقيت باش الناس تجدد صحيح كما قالت الأستاذة لبنى لكن جدد مش بالمنطقة ذاك متاع نعمل دي ستارت اب واحد جدد في طريق تفكيره معناها مقيد باش نخرج من الصندوق ونبدلوا البراديغم معناه فمثلا اذا تحب حتى بالمنطق الراسمالي التابع اللي احنا عايشين فيه ديجا كي نحكيه على التضخم والتضخم وقيد باش نقولوا راهو اغلب التضخم مستورد ماهوش التضخم جاي من ارتفاع الاجور التضخم جاي خاصه من التوريد نتاع الطاقه التضخم جاي من التوريد نتاع المواد الغذائيه التضخم جاي من التوريد نتاع الكهرباء فهمني معناها المفروض قبيلة سميح قال نعملوا ضريبة على الناس اللي عندها بورش المفروض انه ما فهمش علاش الناس تجيب بورش اصلا معنى الناس ماهيش لاقيه باش اشتركوا في الكار فهمش علاش اصلا ثم بورش فهمش علاش انه ثم نتسلفوا وعمله صعبه باش ثم بيت تشي كراب من نوع هذا وقيت باش نقولوا كلام هذا وقيت كي مره خرج وزير الاقتصاد مؤخرا وقال جزء من كلامه صحيح قال نقصوا من التوريد نتاع السيارات ثم عباد وحتى صحفيين وخرجوا قالوا له لا وكيفاش تحب تحطنا في الكيران بالطبيعة لازم نعملوا نقل عمومي نقل جماعي حاجه بديهيه حتى الدول سوا ديزون يقولوا عليها متقدمه هذيك اش تعمل دونك وقيت حسب رايي باش نخرج من الصندوق هذا اللي تحبسنا فيه 10 سنين ونخمم بطريقه مختلفه وشكرا شكرا كم ثمش مداخله اخرى هذه اخر مداخله تكون سي بون بعد نعملوا نبيل بالله ما تطولش نبيل شكرا على المداخلات ما نجمش نزيد حاجة بعد وليد وغسان أما عندي سؤال رينا برشة تجارب معناتها عالمية فيما يخص مثلا تجربة البرازيل مع صندوق النقد الدولي وتجربة المكسيك زادة مع القروضات وكل هل يمكننا اليوم في تونس أنه نحكو على مثلا رفض سداد ديوننا أو تعليق على الأقل سداد الديون متاع صندوق النقد الدولي المدة معناتها معينة وين نجمو نحكو على وقت مثلا بيريود متاع 10 سنين أخرى وين نجمو نرجعو الديون هيك ونجمو نخلصها معنات بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية وإلا نقعدو نستنو كيما البرازيل دا سيلفا تونسي معناتها باش يجي ينقذنا من الوضعية اللي احنا فيها وشكرا شكرا نبيل شكرا تحية للسي لطفي ومدام لبنى وصديق حميد أنا ثم كلمة منوال التنمية وليت تعمل لي الحساسية منوال التنمية كجنون نسمع بهم كل ومرام حد أطرح منوال التنمية وصل حده يعطيه الصحة لا يرحمه إيش نوى منوال التنمية نحبه حتى حد ما يجاوبك للخبراء للحكومة للمختصين للمعارضة للحكم للاتحاد حتى حد كلهم ما يحبوش منوال التنمية القديم وجديد شنو واحد دونك ثم حاجتين أنا مقلقيني في الابروش اللي نعملوا فيها كل باش نحكي عموميا هي الإكسيل تابلو قادش تصرف قادش تدخل ودبر راسك مفيد في الأخر تطلع إيجاليتي واثنين الانشاء والعروض كلام 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 عندنا جمل جاهزه ما نعرفوش نحكي تفويت مؤسسات عموميه ومؤسسات حساسه ومش حساسه سيلوت في انا من العائله السياسيه نتاعك انت لكن انا خدمت 10 سنين في بورترادس كيس كونا افير مش ما نقولش في فعل اخر بشركه اسمها ستا
ناحية رادس اللي هو مونوبول، في صفاقس مش مونوبول، في سوسة مش مونوبول، في بنزرت مش مونوبول في الأبرات هذا، إيه ساتورن إيه كونسيدانس دو هازار وقت اللي مش مونوبول لو روندمون دو لاستام في الأبرات هذا إميور. سؤال خاطر احنا علاش عملنا مؤسسات عمومية إبان الاستقلال وشركات عمومية؟ استثني بطبيعة قطاعات الاجتماعية، ما نحكيش على الصحة والدواء والنقل والستاج والسونات، بطبيعة ذوك أنتو شاب. عملنا مؤسسات عمومية خاطر ما كانش ثم مستثمر خاص، دونك بادرت الدولة بالاستثمار باش تحرك عجلة الاقتصاد. اي كي هالشركة اللي حركت عجلة الاقتصاد تو مبرك عجلة الاقتصاد، اسكو سي اون اوبليغاسيون الدولة تعمل معمل حلفة؟ سي اون اوبليغاسيون. اما اثنين كي نبيع، وانا مانيش ضد البيع، بيع ثم قطاعات لا، لكن اش باش نعمل بالفلوس؟ اسكو الفلوس باش نعطيو مش شهري ودعم وقتها ما عملنا شيء وني با سورتي دو لوبرج، النمو باش يقعد طايح، مانيش باش نعملوا معناها نمو في الاقتصاد. بار كونتر كي نبيع انا مؤسسه هي باركه ونمشي نعاود نفس التجربه، حل معمل جبس في الجنوب ونحرك تيسيو ايكونوميك، أما على أساس بعد ما تمشي وديماري ونستخدم وتحل أنتيسيو إيكونوميك نعود نبيعها زادة. الدولة راهي قاطرة مش مستثمر. أخيرا للي العدالة الجبائية، أنا عندي مشكلة كبيرة خاطر نقول له ثم عجز في الميزانية، فلوس كي تجيبهم بالاقتراض هي تجيبهم فلوس المفرطة، معناها أنت عندك خزنة محلولة المتعدي هز منها فلوس يوم امتون راس شهر تلقاها فارغة تمشي تسلف. يعني نحكي على الجبال، انا هاني كنت في مجلس النواب الشعب وعناها اللي صادق على انه نهبطوا من الياس ال 15%. شنو هي النتيجة؟ معناها شنو الروندمون متاع ما يقلك نقص في الامبوب شو كثر الانفستيسمون؟ هل كثر الانفستيسمون كي طيحنا في الياس؟ ما كثر شيء. يعني نحب نفهم كيفاش شركة تدفع على البينيفيز 15% ومواطن شهر يدفع على الأجر الكل ناحية من الزوز ملايين 32 و 35%، ولا ساعات واحد في ترانش معينة، ماذا به ما يجيش ريفونيو جديد خاطر يكون الحل عنده إما يسرق الدولة ما ديكلاريهش أو بشي يولي يدفع أمبو أكثر من اللي كان يدفع أمبو. دونك باش نلخص، يفو مترو دي كيفاش يقولوا فيها إجراءات على الكلام اللي نقولوا فيه، ونخرج من المنطقة متاع الخطوط الحمر. إما أنا يساري على الأخر دونك نتمس شيء أما يزمها السماء وحدها تعاوننا، أو أنا يميني بيع كل شيء وتفرد الأمور ومن بعد اللي جوع جوست نخسروا عليه حاشا اللي يسمع فيا كفن نزوز متر في الأرض. شكرا. ذولي غسل ما عجبوش كلامك طاق مرة أخرى. ثم أسئلة أخرى أو ملاحظات؟ لا، نمشي مباشرة للتعقيب متاع المدخلين. مدام لبنى، سمعت المدخلات الكل. شكرا وتحية كيف سي نبيل وسي هشام وسي ماهر وأصدقائي وصديقتي مدام شيراز. صحيح اليوم يزمنا نحكي على الإجراءات، ولكن يزمنا قبل ما نحكي على الإجراءات يزمنا نكونوا الإجراءات هي سي اون ترادكسيون دو شوا. اذا كان احنا الخيارات مش متفاهمين عليهم ما نجموش نتفاهموا في الإجراءات. يعني هذا هو ما نقصد به بالمنوال التنموي. وصحيح ثم برشا شعارات، احنا كيف عملنا في 2019 خذينا برامج الاحزاب السياسيه اللي نجحت في الانتخابات 2019 وقلنا هات نشوفوا هما السبعة أحزاب نجحوا في الانتخابات، هات نشوفوا شنو ما هما ما يجمعهم وما يفرقهم. جينا نلقاو اللي أحزاب اللي هي معناها في توجهات مختلفة تماما عندهم نفس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. دونك فينالمون تو الموند داكور سور لي غراند ليني، ولكن من بعد كيف تمشي في لي ميكانيزم هذيك الإشكالية. و جوستمون معناه يزمنا نتفاداو الشعارات لأنه باش تمشي ونمشيو إلى الخيارات والتفعيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثم مناويل تنمية طرحت معناها أكتبات عدات في اتحاد عمل مقترح
FTDES عمل المقترح لتاس تم ان ترافاي دو بروسبكتيف صار مهم على ال 20 او ال 50 لي قايمين ها هو كان نجمو نعطيو تفضل يا ماما غير ما نطولوا تفضل احنا عملنا ان كومباراتيف معناها خدينا المناويل اللي قدموهم المنظمات والمؤسسات الدولة وعملنا معناها مقترح في مقارنة هامة اللي هي مثلا الأسئلة التي طرحت ترانسفير سوسيو دور المجتمع المدني في منوال اقتصادي واجتماعي وإحنا اليوم هوني في مجتمع مدني مهم أن نتفهم شنو دورنا دور المجتمع المدني خلافي في بين المنظمات ومؤسسات الدولة كل واحد شنو يراه مثلا هذا موضوع يزمو يطرح للحوار كل واحد شنو يراه دورنا اليوم كمجتمع مدني في هذا المنوال البوليتيك تاريفير لفينانسمون دي روتريتي اليوم طرح كيفاش باش نمولوا التقاعد هذا فما خلاف جوهري في تمويل التقاعد وقاعدين عايشين فيه معناه نشوفوا في لي تيرجيفيرساسيون زيد في السن نحي من جهه نخرجوا في العباد في لاج افونسي ومن بعد نزيدوا يعني دي ميزور كونتراديكتوار تخلي حتى الدوله معناها تمشي وتقدم مش متفاهمه حتى مع نفسها في الخيارات هذه فيما بينك بالنسبه للمنظمات والمجتمع المدني بيان سور لي زونتربريز بوبليك استاذ نحكي عليها اللي هي بالنسبة للمنوال التنموي كيف كل واحد شنو طارح بالنسبة للخيارات الكبرى المؤسسات العمومية أنا كنحب مانيش باش نمشي في المنوال كان تسمح نحب نحكي على موضوع مهم جدا ثم خطاب إيديولوجي وهذا صحيح وجنرالمون الخطاب الإيديولوجي ما يهزش إلى حلول معناها الخطاب الإيديولوجي نمشي إلى معناها دي دوغم وما يبديش قايم على المعطيات وعلى الدوني فاكتوال الاستثمارات العمومية نقولوا ثم تدين والتدين مش ماشي التدين ماشي للاستثمار العمومي ولكن سمحني اليوم تيتخو دو شطر ويرجع ميزانية الدولة احنا اليوم عنا مستثمر استثمار في الجهات معناها في الميزانية اللي يرجع لأنه ما نجمتش الدولة تصرفه لأنه ثم مشاكل تعطيل في مشاريع معطلة دونك ثم ان بودجي اللي يتم ألوي ولكن الدولة غير قادرة باش تصرفه بالنسبة للمسائل التنموية اللي حكي المكاتب والمستشفيات للأسف ثم معناها عدم إمكانية الدولة لتفعيل المشاريع هذه المعطيات معطى آخر ناخذ ان اكزامبل اليوم 4 مرات استثمارات الدولة منذ 10 سنوات الفارطة في الجهات الداخلية 4 مرات أكثر من الجهات الخارجية أببخيان بيان سور يعني خلينا من أي خطابات إيديولوجية ها هو الواقع الواقع أنه ثم اون فولونتي صارت إرادة سياسية باش تكون ثم استثمارات في الجهات الداخلية وها هو الميزانيات اللي يبقى اعتمادها في الجهات الداخلية اللي يلزمنا نطرحوه علاش اليوم هذايا ما حققش التنمية علاش هذايا ما حققش المؤسسات والمدارس والمكاتب والمستشفيات اللي يحكي عليهم علاش ما حققش الرفاهة بما أنه صارت الاعتمادات لأنه السياسات العمومية اللي اتخذناها ما كانتش هي الخيارات غالطة دونك لهنا وعلاش الخيارات غالطة شنو اللي ما حدش وشنو اللي باش يخلي الاستثمارات اليوم الدولة كيف تحط ميزانية في العنوان الثاني من ميزانية الدولة كيفاش نجموا باش نصرفوها شنو هما العوائق هذم هما اليوم معناها اليوم الاستثمار الخاص ما تبعش اللي الشيء اللي صار منذ قبل اليوم ما قديش عطينا ديزافونتاج فيسكو في الجهات الداخلية للتشغيل كل قانون مالية وإحنا ديزافونتاج وين هذي شعطاء امباكت اليوم على التشغيل في الجهات الداخلية ثم اليوم تشغيل صار ما صار حد شيء نعطيه بالامتيازات والجبات وكل عام نعاودو sans avoir un impact sur l'emploi
هذا سؤال اللي احنا بحاجة إلى طرحه بعيدا على كل معناها باش نجم نقدمه في حلول مشتركة. بالطبع ثم معناها انتماءات وثم قيم وثم انتماءات وتوجهات سياسية، ولكن احنا اليوم من كل عائلة، ولكن احنا نحب اليوم نوصلوا زادة إلى حلول عملية. ثم نقطة هامة زادة آخر ملاحظة أي فيسا آخر ملاحظة، قدرتنا على التفاوض، قدرة الدولة على التفاوض ضعيف وضئيل جدا، اللي أستاذنا حكي عليها على معناها اليوم نحكي على بالنسبة لصندوق النقد الدولي. مش كان صندوق النقد الدولي احنا نشوفه معناها المسار الخيارات والتفاوضات مؤسسات الدولة في إطار مع الاتحاد الدولي الأوروبي مع يعني سوني با لا بروميير فا كون نيغوسي اون نو سي با نيغوسي. اليوم ما احنا ما زلنا كي صححنا على التاكس كربون مع الاتحاد الأوروبي، ايه شنو المقابل؟ احنا اليوم الملوث معناها في المناخ اليوم كبلد شنو عندنا؟ ما احنا مصنعين ولا ايه به احنا سايتي ام شنو احنا عندنا المقابل في هذا؟ اسكو اليوم الدولة متاعنا قاعدة تتفاوض وقاعدة معناها تشوف في دي سوليسيون باش نجمو نكونو؟ هذا اليوم ما عندناش، لا عندنا مالوغوزمون لا كاباسيتي لو سافوار فير، لا عندنا الإرادة، لا عندنا لو بورتاج بوليتيك. هذايا معناها مهم جدا باش نجمو نمشيو في هذا المسار اللي احنا فيه. شكرا. شكرا. تعقيب سي لطفي. ثلاث نقاط هي اولا فيما يتعلق بالمديونيه، راهو من ما يلزمناش نخافوا من الارقام تاع نسب التدين. المساله مش في نسبه التدين مرتفعه فهمت والا لا، المساله متعلق في يعني وين ماشي اكل الديون هذيك. هل درا ديون مجديه يعني ان اندتمون برودكتيف والا غير مجدي؟ يعني انت دخلت في سيكل نتاع سور اندتمون سواء بور فينانسي يعني لا كونسوماسيون اونيكمون والا ان كومبينون زاد فهمت avec le financement فهمت de la dette. دونك تتسلف باش تخلص والا باش تستهلك، هذا هو المشكل بالنسبه لي. ولكن اذا كان فهمت التدين ممكن ماشي في الاستثمار في الفورماسيون بريت دو كابيتال فيكس يعني يوصل ما يوصل ما يقلقناش. هذا دونك يا با ما ثماش موقف ايديولوجي من مساله يعني التدين في حد ذاته. اثنين في علاقه ب يعني المؤسسه العموميه، راه مش قضاء وقدر باش المؤسسه العموميه تنتهي الى فهمتني ما قالت اليه فهمتني اليوم، مش قضاء وقدر. يعني لو سيرفيس بيبليك لونتربريز بيبليك اذا كان الحوكمه نتاعها كانت سليمه مش تكون فهمتني رونتابل، واذا كان الحوكمه نتاعها غير سليمه وقت نقولوا حوكمه سي لارتيكولاسيون ما بين لا رونتابيليتي اي لوبجي فهمتني ايكونوميكي سوسيال فهمتني نتاعها لا بون ارتيكولاسيون. مي كان الارتيكولاسيون هذه مفقوده يعني باش تكون يعني النتائج نتاعها فهمتني يعني السلبيه وما قالها فهمتني باش تندثر بطريقه فهمتني باخرى. دونك يعني لونتربريز يعني ماهوش قضاء وقدر انه المؤسسات العموميه فهمتني، وانا شفنا يعني اون طون دو كريس فهمتني السيكتور بريفي كيفاش فهمتني كومون يل ريزيست فهمتني الكريس، يعني لا ريزيليونس نتاعو فهمتني ضعيفه. دونك ما نجموش يعني نعتمدوا على القطاع فهمتني خاص او لو موديل فهمتني السيكتور بريفي كوم هو بيدوراو في حاجه باش ينظف فهمتني قدام دارو، دائما في علاقه بنفس المعادله، لانه القطاع الخاص اللي هو يعني الغايه نتاعو ربحيه بحته يعني هو مستعد باش يضحي بالانسان ويضحي بالطبيعه من اجل فهمتني الربح. وهذاك علاش صار فهمتني يعني ان كوريكتيف في داخل المنظومه الراسماليه اترافير فهمت سكون ابل لا ريسبونسابيلتي سوسيال فهمت دو لونتربريز. دونك وهنا نربط بالموضوع فهمتني النقطه فهمتني الثالثه هو فهمتني منوال التنميه ماهوش شعار،
يعني أجوف كما يقول يعني راهو يعني الموديل ايكونوميك ماهوش الا لافير فهمتني دا دا دو ليكونوميتري فهمتني و دون موديليزاسيون تعمل دون لي dans les laboratoires d'idées فهمتني ça s'invente à partir فهمتني de la demande فهمتني نتاع du terrain de la réalité économique et sociale تاعك وانا بالنسبه لي وقت نخمم في منوال التنميه فهمتني اللي يقطع مع المنوال هذايا وتنحكي على دور القطاع العمومي ودور الدوله كيفاش يلزم تستعيد فهمتني انطلاقا من قراءه نقديه فهمت الاداء نتاعها فهمت اليوم وقت اللي فهمت اني راجع دور القطاع الخاص وخاصه في فتره الازمات هو اللي المراهنه على جيل جديد من المستثمرين التوانسه فهمت اليوم اللي هو يشوف ان الرفاه نتاعو فهمت اني للاولاد ولا الاولاد اولاده مش اللي هو فهمت اني اليوم فهمت وقت اللي نحكيو على المنوال التنميه ونحكيو على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو فهمت اني اليوم محل ثاني يعني سي 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 بالنسبه لي خيار استراتيجي وهاني نعارك عليه فهمتني على كل فهمتني الوجهات اي سي با ايفيدون يعني ثم العراقيل على مستوى فهمتني الحكومه فهمتني في 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 يعني فيما يتعلق بالاوامر التطبيقيه فهمت اللي فات توك برسك عامين ونص ولليوم ما شفنا فهمتني امر تطبيق في حين الشركات الاهليه تولدت البارح فهمتني بعد شهر فهمتني القانون اس سي فهمتني دونك هذه رهان من رهانات على مستوى يعني تصورنا لمنوال التنموي وكيفاش القطاع هذا ينجم فهمتني هو يكون رافض فعلي فهمتني رافض فهمتني التنميه ومن غير من يعني ماهوش باش يعوض راهو القطاع العمومي ولا باش يعوض فهمتني القطاع الخاص هو فهمتني باش يعطي نفس جديد فهمتني روح جديده فهمتني يبقى موراليزي سورتو فهمتني دان بوينت فيو ايتيك فهمتني العمل فهمتني والمبادره الاقتصاديه فهمتني في تونس دونك يعني سي اون كيسيون اوسي سي دي انجو فهمتني دو تيران مي اوسي فهمتني دي انجو فهمتني كونسيبتوييل يعني شكرا زوز مع بعضهم شكرا سميح جست ثم ملاحظه في علاقه بالايديولوجيا ما ثمش حتى نقاش سياسي او اقتصادي يدار خارج الايديولوجيا كل شيء يتحرك الايديولوجيا الدوله هذه مبنيه على ايديولوجيا ومم تبنيت وامبراطوريات تبنيت على ايديولوجيا نجموش نحكيو في السياسه ولا في الاقتصاد خارج الايديولوجيا الايديولوجيا حاضنه ومجموعه افكار ومشاريع اثنين ثم حاجه تكررت برشا الدولة وسياسات العمومية اللي ما تنفذتش وفشل المؤسسات العمومية وغيره 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 الحاجات هذه من السياسات العمومية اللي ما تنفذتش وفشل المؤسسات العمومية شكون رسم الدولة الدولة اللي تجب ترجع تقارير محكمة المحاسبات الكل بجهازها الخاص تحكي على عشرات الهنات في تنفيذ السياسات الحكومية أو المخططات التنموية أو وزارة المالية وتحكي على فساد في المؤسسات العمومية ولم تحرك الدولة ساكنة تلت سنوات أخرها حتى في علاقة بالديون ثم تقرير محكمة المحاسبات في 2018 مهمة رقابية على مجموعة من القروض والهبات تلقتها الدولة مجموعة من المؤسسات تلقت مساعدات في سبيل إجراء معناها وضع أو تفعيل 30 إجراء تم الإعلان عنهم نفس التقرير يشير إلى أنه 23 إجراء لم يتم البدء فيهم قيد أنول شكون المسؤول هنا المؤسسة العمومية المسؤول هنا وخلينا نمشي ونلب الموضوع باش ما نطولش مهدي هذه الدولة يحركها ونعاود نقول يحركها عقل سياسي جهاز سياسي يتبنى إيديولوجيا وخارطة تحالفات معينة هو المسؤول عن هذا الوضع وخلينا نمشي مباشرة وما نخافوش من التغيير خاطر نحكي على الإصلاحات كاين والوضع هذا جميل جدا لا التغيير ضروري وخلينا نمشي للتغيير الأقصى وكما قال رفيق غسان الجذري هذه المنظومة الحاكمة طيلة عقود هي المسؤولة عن البؤس اللي وصلنا له اليوم نرهنوا على الدولة كلمة الأخرى نرهنوا على الدولة في أنها نرجع لنقطة الدعم سيد باش نحكيها في أنها توزع على المساعدات المستحقين يظهر لي الكلنا كلنا شاهدين على أداء الدولة في أزمة كوفيد وفي توزيع المساعدات الاجتماعية والكوارث اللي صارت خلال الأزمة ذيك الدولة في سنة 2021 تكتشف أنها ما تعرفش قرابة مليون مواطن ومواطنيها شكرا سميح
الصحفي محمد سميح الباجي الصحفي، لبنى جريبي شكرا مره اخرى، منظمه سوليدار، وزيره سابقه، نائبه سابقه، سي لطفي بن عيسى استاذ الاقتصاد شكرا لك مره اخرى. مازال عندنا ديبا ثاني بعد ربع ساعه، عندنا بوز ربع ساعه، بعد يجينا ايمن رزقي زميلنا ايمن رزقي، نقاش حول الحركات الاحتجاجيه، اي حاضنه سياسيه. شكون معنا؟ سي ماهر حنين، مؤلف كتاب مجتمع المقاومه، مدام ألفة البازاوي.